ضرب زلزال قوته 8 درجات إيران اليوم الثلاثاء بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ووصل ارتداد هذه الهزة الأرضية إلى الخليج العربي وصولا إلى الرياض. عندما نتحدث عن الخليج نتحدث عن دبي وعن البحرين وعن الكويت والدوحة وبعض الأجزاء في عمان. شعر السكان، طبعا احنا الآن نرجع للرياض، السكان شعروا بالزلزال ما جعل الأمن في بعض مركزهم أو جعل لإخلاء ذاتي خاصة بهم، كما ذكر المتحدث باسم الدفاع المدني النقيب محمد الحمادي لبرنامج هلا. ويأتي الزلزال بعد 6 أيام فقط من الزلزال السابق الذي ضرب إيران أيضا. لمناقشة هذا الموضوع معي عبر الهاتف طارق أبو الخيل، وهو المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية. أهلا وسهلا بك أستاذ طارق. كم يعني تبعد مسافة هذا الزلزال عن السعودية، وما هي التأثيرات الناتجة عن ذلك في الرياض والشرقية؟ حقيقة الزلزال هذا يبعد عن المنطقة نعتذر عن هذا الخطأ التقني، يعني هو خارج عن إرادتنا. أستاذ طارق، بس إنك أنت كنت بتصحح لي معلومة. معي أستاذ طارق أبو الخيل؟ أي نعم. أي تفضل، كنت بصحح لي معلومة. أنت ذكرت إنه عندي هيئة المساحة الأمريكية رصدت هذا بواقع 8 على مقياس ريختر، ولكن محطات الرصد الزلزالي التابعة للشبكة الوطنية لهيئة المساحة رصدتها بواقع 7.7 على مقياس ريختر. طيب، وودي أضيف للمعلومات على أساس المشاهدين يطمنون، يعني الهزة بعيد الشرقية 1300 كيلو، وعن عن مدينة الرياض 1600 كيلو، يعني راح يكون تأثيرها جدا مجرد شعور، يعني وإن انهزت الأشياء، ولكن الحمد لله يعني لم تسجل أي خسائر لا في الأرض. شكرا لك طارق أبو الخيل على هذه المشاركة. معي الأستاذ عبد الله العمري، هو رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض. أهلا وسهلا بك. توقعت قبل 6 أيام حصول هذا الزلزال، على ماذا اعتمدت في توقعاتك؟ تسمعني؟ ألو أستاذ عبد الله. نعم نعم حبيبي، تفضل. توقعت قبل 6 أيام حدوث هذا الزلزال، على ماذا اعتمدت في توقعك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة الزلزال هذا وقع في منطقة غير اللي وقع فيها المنطقة السابقة. المنطقة قبل تقريبا في 9 أبريل وقع الزلزال على حدود الصفيحتين الوراثية مع العربية في منطقة الخليج العربي على بعد 50 كيلو من الخليج العربي. الزلزال الآخر هذا وقع على المنطقة اللي تصادمت فيها الصفيحة الوراثية مع الصفيحة الباكستانية على الحدود الباكستانية، يعني بينهم يعني مسافة أكثر من تقريبا 1000 كيلو تقريبا الاثنين، ولكن كلها الاثنين كل الزلزالين وقعوا في بيئة تكتونية واحدة تمثل منطقة تصادم نشط اللي هي منطقة جبال زاغروس، هذه كلها منطقة نشاط زلزالي معروف، والتصادم يكون فيها بطيء بمعدل 3. طيب دكتور عبد الله، بس عشان الخليج العربي في دول الخليج وايضا على راس المملكه العربيه السعوديه في المنطقتين الشرقيه والوسطى، هل هناك خطر مقبل سواء كان ارتداد او حدوث زلازل في هذه المنطقه؟ لا لا لا، حقيقه الحمد لله بالنسبه للخطوره لا، وبحكم قربها حقيقه ايش الاشكاليه؟ ان طبيعه الموجات اللي تخرج من هذا النوع من الزلازل لها فتره دوريه طويله، والفتره الدوريه الطويله هذه تمر على الطبقات القريبه جدا من السطح، هي عباره عن طبقات طبيه في منطقه الدمام والظهران والخبر والجبيل، وبالتالي تعمل تضخيم للموجه، وبالتالي يحسون فيها وتسبب لهم الحلع، ولكن ليس لها اي تاثير على البنيه التحتيه في المنطقه، لا ابار البترول ولله الحمد لا المصانع ولا يعني هاي الملكيه ما ليس لها تاثير،
ولكن تأثيرها يكون فقط في عملية الاهتزازات في المباني وشيء، لكن لن يكون هناك تأثير لأنها بسيط، لأنها تصلنا الآن يعني الهزة دي وصلت الآن تقريبا تقول بقدر تقريبا لا يزيد عن 3 درجات، وفي دبي تقريبا على 4 درجات واثنين في العشرة بالشكل هذا، لكن التأثير لا، بس عملية الإحساس دائما بالهزة تكون على نطاق واسع إلى حدود 600 إلى 1000 كيلو، لأن الزلزال هذا كان 7.7 في العشرة بكل المقادير يعني حقيقة يعني عارف كيف؟ طيب بس الحمد لله لن يكون هناك أي تأثير. شكرا. حيكون بعد إرادة الله حيكون هذه حتسجل، ولكن ليس هناك تأثيرها أقل طبعا من الهزة القوية اللي حصلت اليوم. نعم. حتكون 5 و4 وهكذا. شكرا لك. نعم شكرا لك دكتور عبد الله العمري رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض على هذه المشاركة. عندنا فاصل ونعود لكم بعد قليل.